كوره. لا استنى مين اللي انا بكلمكم ليه في الدفاع دلوقتي؟ يعني بعيد عن الخبر اللي انا قلته بقول لكم هل فعلا من النادي الاهلي محتاج. انت ان شاء الله تصعد الماتش اللي جاي ان شاء الله. انت هتخش في ليفل تاني. انت اللي هتقابله في الرجاء وصل، في الوداد وصل، في الترجي وصل، في طبعا بقول لك كله يعني، لكن طبعا القرعه هتوقعك مع حد من دول. سيمبا التنزاني وصل، فرق ليفل بقى مختلف عن السنتين اللي فاتوا كمان. فاي اخطاء دفاعيه هتبقى موجوده هتطلعك بره طبعا. انت انا النقطه الاهم اللي انا عايز اسالكم فيها، هل انتوا كنتوا متوقعين اصلا ان النادي الاهلي يفضل مستني مباراه ما بين فرقتين عشان هو يصعد؟ دي حاجه ما زعلتش كابتن ابو لا هي بتزعلك ان انت اصلا عينك على البطوله. يعني انت النادي الاهلي بيلعب على البطوله، يعني انت مش محتاج، انت محتاج ان انت تكسب، محتاج سواء بره او جوه. حتى الماتشات اللي على ملعبك يا فاروق التسع بونت لازم تاخدهم. عرفت تجيب بقى بونت تلعب على التعادل بره بتكسب، زي ما كسبت القطن الكاميروني كده. لكن انت دايما انت بتلعب على المكسب. اخطائك بتبقى قليله، العصبيه والنرفزه وان انت تخش في حزبه بيرما وبعدين تدخل نفسك في حسابات ومشاكل وان انت مستني بقى هدايا. امبارح احنا كنا قاعدين بنقول يا رب سان داونز يكسب، بندعي ان ضربه الجزاء ما تجيش. لا يعني اول لما جت ضربه الجزاء في 93 خلاص، ما انا بقول لك انت كده كده خلاص. والله خلاص انت قمت خلاص، الواحد كان قاعد كده. لكن انت النهارده بتتكلم كمان، انت النادي الاهلي اي فرقه في افريقيا بتخاف منه وبتعمل له حساب على فكره. وعلى فكره في مؤامرات بتتعمل النادي لما يوصلش، يعني انت مش عايز اقول مؤامرات، يعني كنادي كبير هو الكره في الملعب هو مصلحته. وعلى فكره وللزمالك يا فاروق مصلحته انك طبعا. يعني انت برضو في سنه من السنين الترجي والوداد عملوا مسرحيه عشان الزمالك ما صعدش لو تفتكر. ما هو انت اي فرقه ده فرق. كان شبيبه القبائل يا كابتن الترجي، شبيبه القبائل والترجي. ما انا بقول لك يعني في فرقه يعني بيتعمل عليك مؤامرات عشان الانديه المصريه ما توصلش للادوار النهائيه. ترجي والوداد معلش، ما انا بقول لك الترجي والوداد. فانت النهارده بيتعمل عليك ايه؟ ان انت بتعمل عليك مؤامرات ان انت ما تخشش الادوار النهائيه، لان انت بتعرف تتعامل معاها، بتعرف تتعامل حتى لو بتلعب مين. لكن انت المؤامرات بتبقى موجوده على الكره المصريه، واحنا في ناس بتساعد على كل واحد بيبص مصلحته يا كابتن. عشان طبعا انا هسالك سؤال مثلا، هو دلوقتي بيراميدز وفيوتشر، لو كان فرص الاثنين في ان فيوتشر مثلا كان يكسب بيراميدز وبيراميدز وصل، كان ايه اللي هيحصل مثلا؟ كان بيراميدز كده كده واصل، فهتلاقيه اهدى شويه يعني. مش هيلعب بشرف لكن هتلاقيه اهدى يعني. ما بي خلي بالك، ما هو المكسب بتاع بيراميدز النهارده كان هيخدم فيوتشر، كان هما الاثنين هم يطلعوا مع بعض. لكن هو خسر بتاع صعب الموقف. طيب عايز تقول حاجه كابتن؟ اهداف لسه كنت بحكي لمحمود في الفصل، الثلاث اهداف اللي دخلوا